نحن أعلننا يوم 6/6 يوم لانتخابات عامة مبكرة. أتمنى من المفوضية الموقرة أن تقدم كل التزاماتها واحتياجاتها من حكومة. نعم قدمت بعضها، عملنا على تذليلها، والآن أطلب مرة ثانية مطالب المفوضية فيما تحتاج من الحكومة لكي نقره في مجلس الوزراء ونلتزم به حتى تكون انتخابات وقتها وقت مهم. التاريخ اللي أكدنا عليه هو التاريخ الذي يجب أن ينتبه العراقيين إلى صندوق الاقتراع لكي يحسموا مستقبل التجربة السياسية في العراق. الآن عندنا عملية أخرى، عملية تسجيل الناخبين اللي هو تحدي كبير، نحتاج نعمل عليه 24 ساعة لكي نوفر ظروف طبيعية وتسهيل مهمة الناخب بما يحتاجه من وثائق من التزامات. احتياجاتكم المالية صار نقاش بها بظروف العراق الحالية، الأزمة الاقتصادية. أتمنى الإخوان بالمفوضية العمل بكل جدية على تقليص الرقم حتى يكون رقم موضوعي.